أرحب بحضور الكريمة أجمل الحاضر في هذه الأمسية التكريمية التي تنظمها جمعية شباب حي ولاد عمروحيا وببيروني أزمان تكريسا لثقافة الاعتراف. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. باسمكم جميعا نرحب بجميع أطر قطاع الماء بمدينة الزمان. إذا تشوفوا الإخوان ديالنا والأصدقاء ديالنا اللي كيساهموا بشكل مستمر ومستتر في إنجاز جميع الأشغال المرتبطة بهذا القطاع الحيوي والمهم. إذا أنادي بالمناسبة على السيد رئيس جمعية شباب حي ولاد عمروحيا و ليلقي كلمته بالمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الإداري للجمعية شباب حي ولاد عمروحيا وبيبيرو بأزهر غار، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر هذا الحفل، كما أغتنم هذه الفرصة لكي أتوجه بتحيات القلبية وتشكرات الخالصة لكل من ساهم في هذا الحفل وإنجازه حيث قررت جمعية شباب حي ولاد عمروحيا وبيبيرو بأزغنغان تكريم بعض الأطر للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأزغنغان، لما أسدوه من خدمات جليلة لساكنة أزغنغان ونواحيها، وهم كالتالي: السيد الحاج أحمد العساوي مدير الوكالة السابق. كما نرحب بالسيد أحمد أزيران المدير الحالي، والسيد سليم بوغادة لأنه يحال على التقاعد في الأيام القليلة القادمة. والسلام عليكم. ولأننا في حضرة أطر قطاع الماء بمدينة الزمغان، لأن الحفل حفل مجموعة من الأصدقاء اللي قضوا معنا مجموعة من السنوات، وكذلك حفل استقبال إطار من الإطارات الوطنية الأستاذ السي أحمد. إذا غنفتحوا باب النقاش بشكل تلقائي لجميع الأصدقاء ديال الإخوان، سواء السيد المدير السابق أو السيد المدير الحالي أو الأستاذ ديالنا السي سليم بوغادة. هذه الوجوه النيرة غنية عن كل تعريف وعن أي بطاقة تعريفية. إذا نحل باب النقاش المفتوح خصوصا للزملاء اللي قضوا سنين العمر ديالهم رفقة هؤلاء الأطر، ثم نسلم بعض الشواهد الرمزية لهؤلاء الطاقات الذين ساهموا وبلا شك في تنمية هذه المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابينا عندكم هنا في أزغنغان، وكنا معكم في وزنا 5 سنوات ومشينا، دابا إن شاء الله ولينا معكم. مرحبا بالحضور الجماعة. دابا كنلقى واحد الكلمة حق الإخوان اللي كنت معاهم في أزغنغان، أصدقاء ديالي اللي هو السي أحمد اللي مبقاش هو هنايا في سلوان. دوزنا معاه 5 سنين كلها نشاط وحيوية الحمد لله، تعلمنا منه بزاف. واحد السيد اللي أكون عارفين بلا ما نقول لكم اللي الله يعمر راسنا، وحتى السي أحمد أزيران اللي جا بلاصتو راه حتى هو الله يعمر راسنا. وسي عيسى اللي دوزنا معاه هي زينة، السي سليم، السي عبد الرحيم. المهم عندنا المكتب الوطني الحمد لله كنا متفاهمين بيناتنا، ما كانش دوك نقاشات ولا واحد، كنا متكاملين المكتب كامل، ما كانش هذا عنده نقاش ولا كلشي. وهذا الشيء تعلمناه من السي احمد العساوي، وشكرا لكم. اذا كان ممكن ان نحيي الكلمه للاستاذ السي احمد.
سي احمد زيد انا نخليك اما نخلي سي محمد جمع بين العمل الجمعوي وكذلك المهنه ديالو اللي كيزاولها كاع في المكتب الوطن لا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الحقيقه كلمه ستكون مرتجله ولم تكن في الحسبان. فاولا شكرا وجزيل الشكر لجمعيه شباب في ولاد عمار وهي وبديروا باسمها التي فكرت ودبرت في هذا النشاط الذي يعتبر نشاط فريد من نوعه وسابق في أزمغان. وتفضل بتكريم أحد الرموز في أزمغان. صراحة سأدلي أولا نشكر كل من حضر وحتى الجمعيات مجتمع المدني التي هي شريك كل المؤسسات في المدينة. ثم سأدلي بكلمة في حق السيد أحمد السيد الحاج. قدم خدمات في الحقيقة جليلة لأزمغان وخاصة جمعية المجتمع المدني. صراحة مرارا أتصل به ثلاثة بالليل جوج بالليل تنظم النهار يقوم بالواجب ويأتي في الأخر. كنذكر واحد العملية حنايا كجمعية تاعنا اتصلنا به واحد المشكل ربما كنا حنا هما السبب في إلقاء ذلك المشكل. كانت تحت القنطرة سيد الحاج حدا حي العمالي كان واحد المشكل في الصغنغال ما نعرف حنا كنقلبوا دائما كنفتشوا كنديروا حتى لقينا شي فويت قال لنا سيد الحاج أنا برافو عليكم أزعم نارا هذه وجاو عملوا وكان الآخر يعني اللي بغيت نقول كان واحد فعلا اللي قال الأخ أمين كان واحد مكتب متكامل ما كتفرقوش بين المدير ولا الرئيس ولا العضو ولا كذا يعني كانوا متكاملين وهذا الشيء اللي كيعطي واحد الاكل فيما لقيتي الانسجام والتكامل بين المكتب لان ما بقاش ذاك النظره الافقيه لا من ناحيه السلطه لا من ناحيه الممثل الجامعه لا من ناحيه المؤسسات كبيره المصالح الخارجيه يعني يكون ذاك التكامل ويتصنتوا لان كاين بعض الاخرين اللي كيعاونوا المجتمع المدني لان هما العين ديالهم باش يتعاونوا يتكاملوا باش نقدموا لهذا الفرد ما يمكن تقديمه ثم بهذا الشيء يكون رقي بهذا الشيء يد في يد يمكننا سد الثغرات ويمكننا التخطي للامان ويمكننا السير للمدينه او الاقليم او جهه او بهذا الوطن العزيز الى الامام. وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وفاعل جمعوي فريد بدر مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته. نرحب بكم ونحيي ونثمن هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية حي ببيرو ولاد عمار الذي يأتي في إطار يعني الاعتراف بالآخر وتكريم أناس قدموا بشكل كبير مدينتنا أزمغان. عندما نتحدث عن الحاج العيساوي نتحدث عن إطار كبير بالمكتب الوطني للماء ساهم كما قلت بشكل كبير. يتواجد مدة عمله بأزمغان دائما للمكتب وما نلاحظ عليه أنه كان يرد على جميع الأرقام الهاتفية التي تتصل به خدمة للصالح العام. الأستاذ أحمد المدير الحالي اشتغل حاليا جاء يعني حديثا فقط لكن الشهاده لله انه انسان يعني ثابت يشتغل في صبر ويشتغل بثبات ونطلب الله تعالى ان يوفقه في عمله. الاستاذ سليم دائما الانسان الذي يشتغل في صبر دائما يتواجد في المكتب ويقدم خدمات للوافدين على المكتب. اذا هذه شهاده فقط في هؤلاء. وايضا نحيي جميع من يشتغل في المكتب الوطني للمقصر الشرط. سي امين كان هنا يشتغل وايضا انسان جيد انسان يشتغل يعني بثبات. اذا نثمن هذا المجهود الذي قامت به الجمعيه في تكريم هؤلاء وجزاهم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سي
حبيب الفاروق على هذه الكلمة الصادقة، والشكر موصول لجميع الإخوة المتدربين. وفي الحقيقة الاستمداد ديال الصدق ديال الكلمات كونها أنها ما كانتش مصارة قبلا، حتى جات بشكل عفوي. إذا شكرا للجميع، كنتمنى من شي أخ ولا شي زميل من الزملاء يدلي بكلمة قبل أن أنادي على المكرمين أو المحتفى بهم، باش حتى هما نعطيهم كلمة بالمناسبة، ثم نعطيو لهم مجموعة ديال الشواهد رمزية. إذا زي شباب بيبيرول حي العمالي لخا جوهرة سفلى من الزاوية، هنا خا حي الرويسي، باش نخسر تمثيلية الأحياء تدين المزملاء. أنا خا جمعية حي الرويسي، فليتفضل الأستاذ طارق حمادي، مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية للحضور الكريم، السيد خالد والسيد رئيس مجلس جامعة الصغرى للنيابة، الحضور الكريم. أنا باسمي وباسم المكتب الموسيقي لجمعية حي الرويسي غادي نشكر أنا الدور ديالي الناس اللي خدامين في المكتب الوطني للكهرباء، ومن الماء جعلنا كل شيء حيا، وفي علم صدق الله العظيم. السيد عيساوي رجل طيب، هذه شهادة الجامعة ماشي ديالي أنا، الناس اللي تعاملوا معك يشكروا. حتى واحد ما جاش نهار قال لك ودي السيد عيساوي دار هادي ولا هادي. المهم السيد عيساوي نهار مشى لسلوان، حنا كجمعية المجتمع المدني، وأنا الجمعية الأولى اللي جا عندي السي محمد الصوتي، درنا عريضة باش السيد عيساوي ما يمشيش لزغلال، ومع الأسف ما توفقناش في المهمة، مشى لسلوان بحال كيما سلوان كيما زغلال. سي سليم بوابا كتجمعني معاه علاقة ودية، سي سليم رجل طيب المبتسم الخلوق صراحة هي هذه. وسي أستاذ المدير الحالي الجديد إن شاء الله شهادة الجامعة كيشكروه، نتمنى إن شاء الله يكون خير خلف لخير سلف. هادشي اللي عندي ما نقول، ونتمنى إن شاء الله التوفيق. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلام عليكم جميعا أيها الأخوة والأخوات. بالنسبة للسي الحاج أحمد، الحاج أحمد كان بالنسبة للسكينة ديال الزمان كان عائلة، ماشي مسؤول في نفس الوقت كان عائلة، لأن أي ساعة بيتو ليلا ونهار المشاكل اللي كان عيشو هنا في البلدية زغلال، سي أحمد دائما كان إلى جانبنا في إطار القانون، ماشي في وقت القانون. ولهذا احنا فاجئنا بالانتقال ديال الحاج أحمد لسلوان، جات كضربة قاسية، لأن جاء واحد وقت قصير بين 24 ساعة كان سي أحمد توصل بالانتقال إلى سلوان. ولهذا أتمنى السي أحمد النجاح في مهامه الجديد، والأخ اللي خلفه نتمنى له العمل، وإحنا كساكنة كمستشارين البلدية تحت الإشارة ديالك اللي بقيتي احنا موجودين. والسلام عليكم.